تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الكشك. طبعا اول حاجه انا عاملاها ان انا حاطه الشوربه على النار. تعالوا بقى نسيب الشوربه تغلي واوريكم قدرنا ايه. انا معايا اول حاجه زبادي، معايا ربع كوبايه لبن، معلقتين دقيق او 3 كبار على حسب السمك اللي بتحبوه، معايا 3 كوبايات مرقه، كوبايتين زبادي زي ما قلت لكم، معلقتين زيت ذره، بصل متحمر زي بصل الكشري، معايا نص معلقه فلفل ابيض، سمنه وعصير ليمونه وملح. زي ما قلت لكم اول حاجه بعملها ان انا بسيب الشوربه تغلي، وفي الاثناء دي انا هعمل معاكم الزبادي. يستحسن طبعا لو بتعملوا الزبادي ده من بدري، ليه؟ لان الزبادي بيتخمر، فانا بحط دلوقتي الزبادي على الدقيق على الملح وبسيبهم يتخمروا شويه. ده الزبادي المتخمر بتاعي اللي انا بقالي تقريبا سايباه ساعه، وانا هعمل معاكم واحد تاني دلوقتي. كل هعمله ان انا هحط الزبادي. احلى حاجه في الكشك الزبادي يا جماعه. واحط عليه معلقتين دقيق الكبار، واحط عليه شويه ملح، هقلبهم مع بعض كويس قوي، وهسيبهم يتخمروا مع بعض ساعه تقريبا كده. تمام، تقلبوا كويس جدا، هسيبهم بقى مع بعض، هغطيه واسيبه ساعه يتخمر. ده قلت لكم شكله بعد ما خلصنا والشوربه بتاعتي خلاص بتغلي، ممكن نبتدي ننزل صوص الزبادي بتاعنا حبه حبه. ننزل حبه ونقلب. طبعا السمك كل واحد واللي بيحبه او بيفضله، بس انا ساعات بحب احط في الاخر يا الا شويه كريمه يا الا شويه لبن على حسب السمك اللي عندي او السمك اللي انا بحبه. نزلت الزبادي بتاعي، هحط عليه يعني عصير نص ليمونه او ربع ليمونه. وهقعد بقى اقلب فيه لحد ما يتقل، وبعد ما يتقل هزود له اللبن او الكريمه. الكشك ابتدى يتقل، هسيبه شويه كمان، احط عليه شويه فلفل ابيض. وهحط معلقه سمنه على النار عشان عايزه اعمل طشه تتحط على وش الكشك. ايه معلقه صغيره كده هسيحها بس ونحطها على وش الكشك. دلوقتي انا ابتدى خلاص الكشك بتاعي يتقل او الزبادي جوه الشوربه تقله. هنزلهم بقى في الطبق اللي هحطه في التلاجة عشان الكشك يجمد. طبعا انا برضو عشان الوقت كنت عامله لكم واحد. اوكي، تعالوا ندخل ده التلاجة ونجيب التاني الجاهز. اوكي، ده الكشك خلاص جاهز. انا بس عايزه ابقى زينه، عايزه احط على وشه طبعا طشه سمنه زي ما قلت لكم. اللي مش عايز ما يحطش، بس هي بجد بتفرق في الطعم. حطيت طشه السمنه، واحط شويه من البصل اللي انا مكرمليه او محروقه، يعني زي بصل الكشري هو بيبقى.